الناس اللي ضربت بالمفرق والناس اللي حطت المتفجرات في الوتلة ما نجموش يعملوا منطقة الدولة. أنا أعتبر أي الأستاذ شكري بالعيد أحيانا يتكلم باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، وحيث وجد حزب شكري بالعيد حزبه إلا وكان يدعو للفوضى والتخريف والتحريف في كل المواقع اللي مشات ولا يعترف بالدولة. بقايا نظام بن علي هم كل من تفرخ وتوالد من تحت عباءة التجمع المنحل، معهم رأس حربة الرجعية المتسترة بالدين المربوطة بالإمبريالية الأمريكية والمربوطة بالخليج برأس الثورة المضادة في الوطن العربي بالخليج. وعلينا أن نحزم أمرنا اليوم. القوى اللي ترى نفسها جديرة بأن تعبر على مصالح الشعب الكادح، على كل قواه، على كل فئاته، على كل شرائحه، على كل طبقاته، على معطليه، على عماله، عليها أن تتكتل لخوض المعركة من موقع الندية. وبالنسبة لنا في حركة الوطنية الديمقراطية نرى أن شعب تونس هو شعب عربي مسلم متجذر في هويته، منتم لأمته، منفتح على الإنسانية التقدمية بكل مجازاتها. المساجد يجب أن تحرر، يجب أن تحرر، لأنها ملك عام، لأنها متاع التونس الكل، متاع التونسيات الكل، ونرفض أنها تتحول المقرات حزبية بالمطلق. على التونس أن يحرروا مساجدهم من الذين يريدون أن يختبئوا فيها، من الذين يريدون أن يحولوها إلى ملكية فردية ومقرات حزبية. والدستور اللي باش نعملوا به الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية يلزم يكون دستور ضامن للحريات، ضامن للحريات المدنية والسياسية، وعلى رأسها حرية الضمير والمعتقد، حرية الاجتماع، حرية التنظم، حرية التظاهر، حرية الرأي، حرية الإبداع، حرية الخلق، حرية القول، حرية النشر، كل الحقوق لكل الناس. لأن الأساس في بناء تونس الجديدة هو أننا شركاء في الوطن، شركاء في القرار، شركاء في الثروة. وهذا يعني لابد من منظومة مدنية ديمقراطية تحررية تنويرية. هذا يعني لابد من أن نحسم أمرنا في تجديد الشرعية. إما نرجع للشعب يسددها، إما نرجع للشعب يغيرها ويبدلها ويعدلها، وإلا نحتكم ونرجع للاستبداد. نحن باش نكون واضحين، وقت اللي يطرح محاور الشعب ونضالاته اللي يهبط واللي دافع عليها، ما عندنا مشكلة مع حتى تونسي وتونسية. مشكلتنا مع من أجرموا. وقت اللي تحب تنظر ضد التجمعين، نظر ضدهم في حزبك، ونظر ضدهم في الحكومة اللي انت شريك فيها، ونظر ضدهم في محافظ البنك المركزي مناشد، ونظر ضدهم في دواوين وزاراتكم كلها فيها تجمعين، عندك وزير تجمعي، أما نظروا ضدها في النهضة اللي عنوان الفساد اليوم تدفع عليهم، الناس اللي استولت 322 مليار من فلوس التوانسة محمين من النهضة ومن حكومتكم. كنت أيضا عوض ألقاها كالتلميحات على اتحاد الشغل، كنت مفضل لو دافع على حوار وطني بين الأطراف الاجتماعية، يثمن العمل كقيمة مركزية ويحث على العمل، لأنه بدون عمل ما نجمو نعملوا حتى شيء، ويحفز أصحاب المؤسسات اللي من حقهم أنهم يلقوا فرصتهم كاملة في البلاد، لأن بلادهم كما بلادنا، كما بلاد الأجراء، كما بلاد أصحاب المهن الحرة. إذا كنت نتصور هذا، لكن لسوء الحظ هذا ما لقيتوش. ما لقيتش أيضا مسألة أخرى أساسية، قضية هذه الاستقرار والاستبداد. الديمقراطية ديناميكية حية، لكن هي عنوان الاستقرار الحقيقي، هي عنوان الاستقرار الحقيقي. وقت اللي شدينا نعطيك في العمران، موقف في العمران، وسيد قضي التحقيق في سيدي بوزيد عاينا في محاضر رسمية تعذيب، كووهم، حرقوهم، حرقوهم بالبريكية، شفناها وعاينا في محاضر رسمية، لم يتخذ أي إجراء لحد الآن. تحب الناس ما تعملش ضرب جوع تدفع على أولادها؟ هذا تعذيب. التعذيب منتشر، وعندنا عشرات الحالات، مش حالة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لموثقة إيش عملت الوزارة؟ حتى شيء. هاو مازال التعذيب. السجون كيف كيف، السجون وقلي نقول لك راهو
مدير سجن يمارس التعذيب في شخصه مش تحت ادارته، لا لا، في شخصه على مواطن، والمواطن من بعد شكاه، وشكاه وصل قاضي التحقيق للنيابه العموميه، والنيابه العموميه حط على قاضي التحقيق، وقاضي التحقيق صدر فيه بطاقه ايداع وعمل قرار ختم بحث في ادانه. القاضي المدير السجن لا يسجن، لا يتوقف، ما تنفذش فيه بطاقه ايداع. هو المخطر يحكي على الدوله، هاكم انتم تضربوا في الدوله دقيقه ويقع ترقيته. اذا مش معناتها هنا في الاخر اليوم مساله مشي مساله لا سلفيه ولا مساله غيرها، هي مساله التونسي وتطبيق القانون واحترام منظومه حقوق الانسان على الجميع دون استثناء دون قيد او شرط على الجميع. الجماعه هذوما يشتركوا مع بن علي في خاصيه اساسيه جوهريه، زوزهم اعداء للذكاء التونسي، ما يحبوش الذكاء التونسي، يحبوا التسطيح وتعميم الجهل. بعد الاعتداء اللي تعرض له حزب الوطنيين الديمقراطيين بالكاف، شكري بالعيد، الناطق الرسمي باسم الوطن يقول في المؤتمر الصحفي اللي عقده اليوم انه الاعتداء اللي تعرض له الحزب يندرج في سياق هجمة منظمة تحركها قيادة حركة النهضة حسب تعبيره، ويقول انه اللي صار بالكاف هو تواصل الاعتداءات على الاجتماعات وعلى الاحزاب على المنظمات على الجمعيات وعلى الشخصيات، وهو اللي يدعم حسب رايه عزم حركة النهضة وحكومتها على دفع البلاد نحو العنف والفوضى وضرب السلم المدني. شكري بالعيد يقول أنه العنف اللي ظهر في المدة الأخرى هو عنف ممنهج تقف وراه بالأساس حركة النهضة عبر روابط حماية الثورة، ويوضح أنه هالروابط هي تجمع الأشخاص من ذوي السوابق الإجرامية، ويتوجه بميساج للحكومة ويقول أنه العنف خط أحمر وهو ضد الثورة ضد الشعب وضد الوطن. شكري بالعيد أعلن عن تنظيم أيام احتجاجية ضد العنف وضد الفوضى وضد الميليشيات وضد الإرهاب، لأنه حسب تعبيره تونس في خطر، والمسار الانتقالي والحريات وحتى المواطنين الكلهم في خطر. وفي حديثه عن الوضع العام اللي تمر به البلاد يقول النطق الرسمي باسم الوطن أنه الوضع الحالي عالي الخطورة، والحل حسب رأيه في تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وفتح الحوار وتحديد رزنامة المواعيد القادمة. شكري بالعيد، باش نحكيو في التفاصيل اللي جا في ندوتك الصحفية اليوم وفي آخر أخبار الحزب والجبهة الشعبية من قبل. شو اللي صار في الكاف تحديدا لو كان ذكرنا به؟ بغاية الإيجاز اللي صار في الكاف أنه عملنا تجمع عام شعبي بمناسبة عقد مؤتمر الحزب الجهوي في الكاف، وكان اجتماع شعبي غطت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكان حضور جماهيري كبير، دخلت فيه كل مكونات المجتمع المدني في الكاف، ودخلت أنا في اختتامه بتدخل طويل. أنا كملت بالضبط نوجه في التحايا النهائية، ومجموعة هجمت تضرب لدخل القاعة، ما كناش نتوقعوا ما كناش نتصورهم يجرؤوا، عامة وفي الكاف خاصة تصدى لهم شباب الحزب، خرجوهم خارج القاعة، الأمن كان حاضر وساكت ما تكلمش خارج القاعة، خرجوا بدأوا يضربوا بالحجر الواجهة متاع دار الثقافة دقدقوها الكل، وشباب ايضا سعى القاء القبض على بعض منهم باش يسلموهم للامن، تحت ضرب متاع الحجر جرحونا بعض الرفاق والامن يتفرج. من بعد ما تفرطوا ومشاو وقت دخل الامن اللي تم ما خديناش بجديه في الاول، رغم انه نهار الجمعه بعض العناصر النهضويه اتصلوا بعض مناضلين ومناضلاتنا وقالوا لهم ماكمش باش تعملوا مؤتمركم. باين بعد تواصل المؤتمر كاملا وأنجز أشغاله بشكل عادي. نهار السبت هذاك نهار اللي فيه العنف في محاصرة إذاعة توازيس أفهم، قبله بنهار الهجوم اللي فيه الأستاذ أحمد نجيب الشابي، نهار الجمعة اللي قبل لفوندردي وقع مهاجمة اجتماع الجمهوري اللي أشرفت عليه الأستاذة مية أجريبي، نهار السبت أيضا محاولة حرقان مقرني لتونس في اللاك، ايضا نهار الاحد محاوله حرق مقر ايضا لتونس في هجوم على تهفت الامور شويه الاتحاد الوطني للمراه، تهفت الامور شويه شكري بالعيد وجمعه ساعات تتعدى لاباس، ودرا قداش من ميتينغ ما نسمعوا حتى يمكن حتى خبر على هجوم من هنا ولا هجوم من غادي، وجمعه تاكل بعضها. هو مش جمعه نجموا نعملوا عدينا شهر وشهر ونص ما فما حتى عنف وما تظهرش الميليشيات هذه. هذا هو علاش الخطر، علاش قلنا انها ما هيش مجرد عمليه مربوطه هكا بمجموعه صغيره، لا، تخطيط مركزي في ولايات مختلفه تجاه قوى مختلفه. شو يخليها الجمعه هذه بالذات رجعت مثلا؟ مثلا والله قريت انت البيان الختامي المجلس الشورى نتاع حركه النهضه، بيان واضح
بيان ختامي يتبنى فيه ذوكم العصابات الإجرامية اللي اغتالت تونسي اللي هو سيد لطفي ماجد في النقطة اللي طالب فيها برفع المظلمة. هو يقول على مظلمة يعني لما يسبحوا مجموعة إجرامية تمارس الاغتيال السياسي وأجمع التوانسة يقول على ذلك ما فيهم سيد لجل الغنوشي في المدة الأولانية وحب يمشي عزي غير الأهالي رفضوه بعد يسبح هذوم مظلومين في حادثة لطفي ماجد أي تولي فضيحة يعني هذايا ضوء أخضر رسمي للاعتداء. اثنين أن نربطه بحوايج أخرى أكثر هو شوف في كل لحظة وفي كل مناسبة الحكومة تعيش أزمة خانقة أو باش تتخذ قرارات غير شعبية كما الترفيع في الأسعار ونحن إزاءها أو حركة النهضة تعيش أزمة ونحن في عز أزمة حركة النهضة ودخلها وأطراف دخلها تتقاتل وتتناحر اليوم وهذا أصبح محل علني الناس كل في بالها به إلا ويقع الهروب نحو العنف. شكون وراه أن في تقديري جناح في حركة النهضة الممارسات متاع الميليشي هذه ماهيش روابط هما عناصر نهضوية وبعض خريجي سجون يعني اللي قاد العملية في الكاف عن صحيح عنده لحية ما كان خريج سجون متاع بيع الخبر خلصة يعني فهمتي ولا مجرمين وجابوهم كار من خارج الولاية. أنا في تقديري العملية هذه ماهيش ضد بعض الأحزاب لا هي ضد بعض الأحزاب أو كل الأحزاب وضد الحكومة وضد حمادي جبلي يعني نهارت اللي عمل لك العقد مع الحكومة الصباح الميليشيا هبطت العشية ضربت الاتحاد العام التونسي للشغل والسيد راجل غنوشي زكاها ودعمها في ندوة صحفية في تصريحات واضحة اللي صار اليوم كل ما يصير خطوات من هذا القبيل إلا واللي عنده الفلسة وينزل عليها هو بيدو ينزل عليها باش يحركها. اليوم ثم البلاد والترهينة صراعات حركة النهضة الداخلية ولينا كل رهينتها يعني العنف هو الخيار عند جناح لإغراق البلد في الفوضى ودفعها نحو المجهول أما يثبت نفسه ويحل إرادته محل الجميع بالعنف وإلا يا جماعة راو لحالة الربط. إذا كان اليوم ثم ناس عندها شعور حقيقي بأن البلد في أزمة يلزمنا نمدوا دين الناس الكل نتعاونوا يولي أي إطار ينجزلنا المهمة هذه مرحبا به. الإطار هذا يدعو الاتحاد لأنه مش طرف في النزاع السياسي مش طرف الخصومة السياسية لكن معني بالشأن الوطني. الرابطة التونسية ليست طرف لكنها معنية بالشأن الوطني المحامين كذلك. إذا تعالوا إلى كلمة سواء إجا نحكيه إجا نقعدوا نحكيه وقدموا مقترحاتكم وتصوراتكم وحلولكم وخلي التونسة يعرفوا وخلي الإعلام اللي هو السلطة الرابعة على خاطره هو سلطة رقابة خاطر هو يحل العينين هو اللي عم بروجيكتور هو اللي يكشف الأمور للتوانسة الكل خلي يعرفوا حقيقة الأمر. إذا كان ثم الإرادة هذه والعزيمة هذه أنا متأكد باش نلقوا حلول بسرعة قصوى لأنه الذكاء التونسي وعبقرية التونسية وفتنة التوانسة ما تسمح لناش ما تسمح لحتى حد أنه يعبث بالثوابت الكبرى. لذلك هات نتناقشوا وأنا نتصور أنه وقتها نتقدموا أما وقلي ثم ناس ما عندهاش رغبة في الحوار وتحب تعرقل تولي كل مرة تطلع لك بتلعة مرة أنا راني مع الحوار ما فلان ما يحضرش ما عادش حوار هذا ومرة أخرى أنا مع الحوار أما أنا نحدد جدول الأعمال ما عادش حوار هذا كي نمشوا لقبة المجلس التأسيسي تولي غلب تولي هزاني دين تولي برلمان ويوي ما عادش حوار. فلذلك الإطار الأسلم الأوسع اللي سندوه التوانسة الكل هو مبادرة الاتحاد الواجب تفعيلها يا سيدي أحفاد ساقيهم باش يدخلوكم في الحكومه هما يحكيوا اما مو جانبين عاد بتعرفهم كيف تعاطوا هما يبعث لك جانبين هذا عضو هيئه تنفيذيه لحركه النهضه وهذا عضو المكتب السياسي ويطيبوك يشوفوا كان قبلت بمنطق اللعبه انك تتعامل مع البلاد كغنيمه وتحب بايتك وخذ حقيبه ولا زوال ثلاثه بصفه غير مباشره ادخلوا في الحكومه وعملوا لنا كيما عملوا للتحالف الديمقراطي ومشاو اتصلوا جانبين بعض المناضلين وعرضوا عليهم وزارات لكن وقت لقاو الصد والمنع. نحن شنو كان إجابة الجبهة الشعبية بكل ما نجموش يخترقوها كان إجابتها واحدة نحن حاشتنا برنامج الإنقاذ الوطني حاشتنا برنامج الخروج بتونس من أزمتها وما عندناش مشكلة بعد وقلي جاو أنه نحن مشكلتنا هو التونسي والزوالي مش إجا خذ بايتك وقلي راونا ما نتعاملوش مع تونس كعكة نقسموه تونس ما هيش كعكة بالقول. إذا كان البلاد تنقذ وتقف على ساقيها مش لازم تربح الجبهة الشعبية ما عندناش مشكلة. يوسف الوساتي رئيس تحرير آخر خبر شكرا لك على حضورك معنا. سي شكري بالعيد الأمين عام الحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد القيادي في الجبهة الشعبية الشكر لك على حضورك معنا الليلة. يا مبواني نخصم عليك.
ذبح جلجيلها